Borrega once again. They can't get this one clear. Back in by Pereira. Michael! They finally make the breakthrough. He's timed his run perfectly. And Al Hilal take the lead for the first time. Oh! لكن فيها تغطية تصعد ميشائيل مر ميشائيل تسديده يا إلهي شوفوا كاريو يقدم أدوار ساتر دفاعي وصانع ألعاب وجناح ميشيل الآن ميشيل منتظرة المرور الكورة هدف أول إيجانو إيجانو سالي للأزرق في هذا المساء لكن نعتمد على خط الوسط التقدم الآن حاضر عن طريق ميشيل 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 جول جول Pace towards Pereira couldn't bring it under control Salman Michael great save الهساني gets a fingertip وعلى الطرف الايمن فهد الجميعه كره تصل ومحاوله التقدم الى الامام ميشيل يحاول او ميشيل يحاول خطير 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 هذا القصير أكتوبر 2021 نتكلم عن 6 أشهر تقريبا ما سجل رامون لوبيز الآن ميشيل يتقدم الآن والكرة من المباراة لها Shirani played on again to Michael trying to get through two defenders might have another opportunity oh brilliant footwork again by the Brazilian crowd enjoyed that here's Mohamed Kano Сега атака на Ал Хилал, която се развива през центъра. Микаел получи топката от Мохамед Кано. Тя сега на десния фланг. Нов шанс за удар и втори гол. بعد ذلك إلى ياسر الشهراني الهلال يحاول استحواذ الكرة في هذه الأثناء
ميشائيل امام اكثر من لاعب، لاعب مهاري، تمريره حلوه على جهه اليسار خطيره، مرور وكره وصافره وركله جزاء. كل لاعبي ابها متراجعين، اربع هلاليين، اربع هلاليين. ميشيل ايجولو، ايجولو، ضاعت الكره. ايام بعدها الجوله 30، من يكون بطلا؟ كره هلاليه وانطلاقه وميشيل وفرصه هلاليه، ايجولو، ايجولو عبد العزيز. جماهيريه وحضور كبير من خلال الجوله الماضيه. ميشيل من الجانب الايمن، ميشيل على كره حاضره للهلال، يبحث عن سالم، يلعب كره لدى ايجولو، 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 اها الكره بتحب. تشير الى ان الهلال ربما سيسجل كره فيها تمريره وفرصه لميشيل، يحاول يتاخر يمرر وفرصه والتصويبه من جانب اثاره. ولذلك نحن ننتظر دقائق قادمة أيضا. إلاكسيو ميشيل دقيقة يضيف لهوز، تعود في الجهة اليمنى دلقادو، دلقادو يمر، دلقادو يروح، دلقادو، 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 داردو، أوه يسدد وساكو ميتشي بيل донесе триумфа за Ал Хилал. Още в самото начало пък на настоящия двубой виждаме атака от страна на сините. Албурайк. Хубаво центриране към точката за изпълнение на Дуспа. Изстрел на Микаел, обаче спасен двубой. Пресечено е подаването. Чудесна работа на Ал Шехрани, който сега е дублира и по фланга Микаел. Микаел напредва, не е лош рейд от страна на бразилеца. Време обаче да се освободи от топката по някакъв начин. Все още дриблира, центрира към Муса Марега. Истрел с... على أقل تقدير الفريق الاتحادي في 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 ثلاثة في ثلاثة منها ويتعادل في واحدة ممكن، لكن 67 نقطة هي الموعد. عرضية خطرة هلالية ممكن، لا в паса за Микаел. Той продължава да търси своя гол. Микаел стреля! Спасяване на Фахад Бакер. Много хубаво.